تصدر اسم الناشط علاء عبد الفتاح قائمة الأكثر بحث عبر موقع جوجل. تعرفوا معنا على التفاصيل. نقل محامي علاء أنه في ظروف صعبة للغاية بعد اعتقاله من نحو عامين، فمن هو علاء اللي تصدر اسم مواقع البحث؟ علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، المعروف باسم علاء عبد الفتاح، من مواليد نوفمبر عام 1981، مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري، ومؤسس مدونة منال وعلاء بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن. زوجته هي المدونة منال بهي الدين حسن، وانولد طفله الأول أثناء وجوده في سجن طرة معتقل ومتهم إثر أحداث ماسبيرو. كثير المشاركات في النشاطات الإنسانية والحقوقية. سمى طفله الأول خالد تيمناً بخالد سعيد، الشخصية المصرية الشهيرة اللي كان لها دور كبير في حدوث الثورة المصرية عام 2011. بدأ الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح مشواره العملي مع زوجته مبرمج في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي 20 من مارس عام 2004 قاموا بإطلاق مدونة لتغطية الأخبار بدون الاعتماد على صحفيين مختصين، وفازت بجائزة منظمة مراسلون بلا حدود. اتعرض للاعتقالات في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كما تعرض للاعتقال في فترة حكم المجلس العسكري وفترة حكم الرئيس محمد مرسي، وتم اعتقاله أيضاً من نحو عامين.